السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم كريم جمال الدين من برنامجكم الرياضي أخبار كريم، اللي هنتكلم فيه النهاردة في هذا الفيديو عن نتائج الفرق الأفريقية في الجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022. فبعد انتهاء مباريات الجولة الثانية لعب الأفارقة في هذه الجولة 5 مباريات، وكانت جولة مفرحة بالنسبة للفرق الأفريقية. فنجح فريق السنغال في الفوز على صاحب الأرض والجمهور منتخب قطر 3 أهداف مقابل هدف في مباراة نجح فيها الفريق الأفريقي من إقصاء صاحب الأرض والجمهور من البطولة. أما المباراة الثانية فللأسف كانت خسارة منتخب تونس أمام منتخب أستراليا بهدف مقابل لا شيء في مباراة لعب فيها منتخب تونس في الشوط الثاني وتقهقر دفاعيا في الشوط الأول، مما أدوا إلى خسارته المباراة في النهاية. وقدر المنتخب المغربي إن هو يحقق النتيجة الأكثر من رائعة بالفوز على منتخب بلجيكا المصنف الثاني عالميا في هذه المباراة، وهي أكبر مفاجآت كأس العالم حتى الآن بعد فوز السعودية على الأرجنتين 2-0. ونجح الفريق الكاميروني بالتعادل الإيجابي مع الفريق الأوروبي صربيا 3 أهداف لكل فريق في مباراة مجنونة استطاع فيها الأسود الكاميرونية الحفاظ على حظوظه في كأس العالم قطر 2022، وقدر فيها منتخب الكاميرون ان هو يرجع من بعيد بعد ما كانت النتيجة 3-1 لصالح صربيا، يسجل الهدف الثاني ثم الثالث ويخطف نقطة من المنتخب الصربي. وفاز منتخب غانا على منتخب كوريا الجنوبية 3 أهداف مقابل هدفين في مباراة خطف فيها النجم محمد قدوس نجم غانا هدف قاتل، أهدى الفريق 3 نقاط وأضاع رفاق سون من هذه المباراة اللي أبعدتهم عن البطولة إلى حد كبير، وقربت غانا إن هي ربما قد تصل إلى دور الـ16. وبكده لعب الأفارقة في 5 مباريات، فاز في 3 لقاءات وتعادل في لقاء واحد وخسر لقاء واحد أيضا، وسجل الأفارقة في هذه الجولة 11 هدف ودخل مرموهم 7 أهداف في جولة موفقة جدا عند الفرق الأفريقية. وبكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة اللي كان بيتكلم عن نتائج الفرق الأفريقية في الجولة الثانية في كأس العالم قطر 2022. نتمنى لكل من السنغال وتونس والمغرب والكاميرون وغانا مزيد من التألق في الجولة الثالثة، ونتمنى إن شاء الله ولا يقصر على الله إن يوصل من الفرق الأفريقية على الأقل 3 فرق من الفرق اللي موجودة حتى الآن. فنتمناها إن شاء الله جولة موفقة كما كانت الجولة الثانية موفقة بالنسبة للأفارقة، نتمنى الجولة الثالثة تكون أكثر توفيقا بالنسبة للأفارقة والأقرب في الوصول في الفرق الأفريقية بالكامل. إن شاء الله يكون السنغال والمغرب وربما تكون غانا، تونس بعيدة إلى حد ما، ومنتخب الكاميرون ما قداش ما عليه في هذه البطولة اللي يخليه يكمل الى الادوار القادمة، بالرغم من ان الكابتن الكبير صامويل إيتو كان متوقع النهائي يكون نهائي عربي افريقي ما بين المغرب والكاميرون. فهل تصدق نبوءة النجم إيتو؟ وكده يكون خلص الفيديو بتاعنا النهاردة، مع تحياتي لكم جميعا كريم جمال الدين. We'll be right back.